بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طلاب الأعزاء، اليوم نبدأ محاضرة جديدة من محاضرات مادة نظم المعلومات المحاسبية. احنا خدنا في المحاضرات اللي فاتت الجانب النظري للنظم بشكل عام والجانب النظري لنظم المعلومات، وخدنا الجانب النظري لنظم المعلومات المحاسبية، ثم بدأنا في موضوع كيفية الحكم على نظام المعلومات، واتفقنا وقلنا أولا بيبقى عندي أمر إنتاجي جايلي معروض عليا بصفتي محاسب، بالطلب مني إن أنا أشوف الأمر ده يا إما أقبله يا إما أرفضه. يبقى ده أول مطلوب أو أنا بعمله، اللي أنا بقبل أو أرفض في حالة عدم توافر معلومات، ده أول مطلوب في التمرين. لو إحنا قبلنا الأمر بننتقل للمرحلة الثانية من التمرين بتاعنا، لو إحنا رفضنا الأمر بيتم إيقاف الحل عند هذه الخطوة. بنتنقل للمرحلة الثانية، بنفترض أو بنجيب قيمة الربح في حالة وجود معلومات أو على افتراض وجود معلومات كاملة. طيب جبنا الربح على افتراض وجود معلومات كاملة، بعد ما جبنا الربح بنقارنه بالربح في حالة عدم وجود معلومات اللي احنا جبناه في الخطوة الأولى. يعني بطرح الربح في حالة عدم وجود معلومات في من الربح على افتراض وجود معلومات كاملة، والقيمة اللي بتطلع بيبقى اسمها قيمة المعلومات الكاملة، قيمة المعلومات ايه؟ الكاملة. أبدأ أقارنها بالتكلفة اللي معروضة عليا بالنظام. لو كانت قيمة المعلومات الكاملة أقل من أو تساوي المبلغ اللي أنا هدفعه، إذن يتم رفض النظام. أما إذا كانت قيمة المعلومات الكاملة أكبر من التكاليف اللي أنا هدفعها أو الثمن بتاع النظام بتاعي، هعمل ايه؟ هنا هستمر في الدراسة، هتنقل للمرحلة رقم 3 اللي هي كانت ايه؟ اللي هي هجيب بقى الربح المتوقع على افتراض وجود معلومات ايه؟ منقوصة. بعد ما بجيب الربح بقارنه برضه بناتج المرحلة الأولى اللي هو الربح في حالة عدم وجود معلومات. الفرق ما بين الاتنين بيبقى هو قيمة المعلومات المنقوصة. أبدأ أقارن قيمة المعلومات المنقوصة بالتكلفة اللي معروضة عليا. لو كانت قيمة المعلومات المنقوصة أقل من أو تساوي المبلغ اللي أنا هدفعه، تمام؟ أرفض النظام. أما إذا كانت قيمة المعلومات المنقوصة أكبر فإننا نقبل النظام. طيب، وخدنا مسألة في كده، بس المسألة كانت مباشرة، كانش فيها أفكار. عادة بيبقى فيه بعض القيود. تعالوا نشوف كده مثال تاني على كيفية الحكم على نظام المعلومات. بقول لك إدارة إحدى الوحدات الاقتصادية بصدد اتخاذ قرار بشأن قبول أمر إنتاجي معروض عليها من عدمه، وقد توفرت لديك البيانات التالية. في حالة قبول الأمر الإنتاجي تتوقع الإدارة ما يلي: الدخل الإجمالي لهذا الأمر يبلغ 800,000 جنيه. يعني الإيراد اللي هيجيلي لو انا شغلت الامر ده هيجي لي كام؟ 800,000 جنيه. هنا بقول لك تكاليف هذا الامر غير معروفة على وجه اليقين، فقد تكون هناك في التمرين هناك كنت انا جايب لك التكاليف اجمالية. تكاليف ايه اجمالية؟ قال لك تكاليف الامر في حالة التفاؤل كذا وفي حالة التشاؤم كذا. لا، ده هنا بقول لك ايه بقى؟ في تكاليف متغيرة وفي تكاليف ثابتة. يبقى في حالة التفاؤل التكاليف المتغيرة 400,000، في حالة التشاؤم التكاليف الثابتة 320، في حالة التشاؤم 500,000. أما التكاليف الثابتة في حالة التفاؤل 320,000 وفي حالة التشاؤم 380,000. طيب إيه كمان؟ بقول لك تتضمن التكاليف الثابتة 50,000 جنيه تكاليف ثابتة مخصصة. يعني إيه مخصصة؟ ببساطة أقدر أتحكم فيها، يعني اقدر ما ادفعهاش، تمام كده؟ اما يقول لي التكاليف الثابته تتضمن 50,000 جنيه تكاليف ثابته مخصصه،
يعني في ال 50,000 دي جنيه دي انا اقدر اتجنبها. طيب انا المفروض لما اجي اشوف التكاليف اللي هتدخل عندي كمقارنه، لابد ان تكون تكاليف لا يمكن تجنبها، تكاليف لا يمكن ايه تجنبها ولا يمكن التحكم فيها، بحيث تكون التكاليف دي تكاليف ملائمه لاتخاذ القرار. تمام كده، هنشوف دلوقتي ده واحنا بنحل المساله. طيب النقطه الرابعه بيقول ايه؟ بيقول الطاقه الانتاجيه مستغله بالكامل. يعني ايه؟ يعني ما فيش عندي الات فاضيه، ما فيش عندي عمال فاضيين، ما فيش عندي ولا لحظه فاضيه في المصنع ان انا اقدر انتج المنتج ده. طب والحل؟ بيقول لك ولانتاج هذا الامر الانتاجي لابد من ايقاف امر اخر. يعني انا عندي منتج بنتجه، عشان انتج المنتج الجديد لازم اوقف المنتج الحالي. طيب المنتج ده تفاصيله ايه؟ المنتج ده بيقول لك بيتباع الوحده منه ب 25 جنيه، والتكلفه المتغيره للوحده فيه ب 15 جنيه، وبيتباع منه 3000 وحده في حاله التفاؤل، و1000 وحده في حاله التشاؤم. هنا معنى ان انا اقول لك انك هتوقف منتج بيحقق لي ارباح، معنى كده اللي بتظهر عندي هنا حاجه اسمها تكلفه فرصه بديله. بتظهر عندي تكلفه فرصه ايه؟ بديله. هي ايه تكلفه الفرصه البديله؟ هي الربح المضحى به. هي الربح المضحى ايه به؟ الربح اللي انا كنت اكسبه من المنتج الاول ده، الربح اللي انا كنت اكسبه ده بعتبره تكلفه فرصه ايه؟ بديله. ازاي؟ هنشوف الوقت في الحل. بقول لك في حالة رفض الأمر الإنتاجي لن تحدث تغيرات بالنسبة للوحدة، تمام؟ إحنا عارفين الكلام ده، إن المنتج بتاعنا اللي إحنا كنا بنقول ممكن نوقفه هيفضل مستمر ومش الشركة تتحمل أي حاجة. تتوقع الإدارة أن تكون احتمالات التفاؤل والتشاؤم متساوية 50-50. يمكن عمل نظام للمحاسبة عن التكاليف يساعد على توفير معلومات مشروطة تعين الإدارة على اتخاذ هذا القرار بتكاليف قدرها كام؟ 5000 جنيه. يعني النظام المعلومات اللي هيوفر لي معلومات مشروطة هدفع فيه كام؟ 5000 جنيه. طيب النقطة الخامسة، بقول لك وفي حالة قبول نظام المعلومات فإن الإدارة تتوقع احتمال 25% أن تكون تكاليف الإنتاج الجارية منخفضة عن، نقول احتمال 25% أن تكون تكاليف الإنتاج الجارية منخفضة عن المعايير بنسبة 80%. ب احتمال 50% أن تكون تكاليف الإنتاج الجارية مطابقة للمعايير. ج احتمال 25% أن تكون تكاليف الإنتاج الجارية مرتفعة عن المعايير بنسبة 80%. المطلوب تحديد التكلفة الملائمة لاتخاذ القرار في ظل حالتي الطبيعة، اللي هي حالة التفاؤل والتشاؤم. مطلوب الثاني، هل تقبل الإدارة هذا الأمر الإنتاجي في حالة عدم وجود معلومات؟ حدد القيمة المتوقعة للمعلومات الكاملة بطريقتين مختلفتين، دي جزئية جديدة أهي. هل تقبل الإدارة إنشاء نظام المعلومات المقترح؟ يبقى إحنا هنا المطالب دي زاد فيها عندنا إيه؟ المطلوب الأول اللي عاوزنا حدد التكلفة الملائمة، تمام؟ والمطلوب رقم ثلاثة عاوزني أستخدم شجرة القرار وطريقة تانية عشان أحدد القيمة المتوقعة للمعلومات الكاملة. أنا هحل المسألة الأول بشجرة القرارات، وفي الآخر هقول لك إن شاء الله الطريقة التانية اللي أنا أقدر أجيب بيها القيمة المتوقعة للمعلومات إيه؟ الكاملة. تعالوا شوفوا ده جدول التكاليف الملائمة لاتخاذ القرار في ظل حالتي الطبيعة، اللي هي التفاؤل وإيه؟ والتشاؤم. التكاليف المتغيرة 400,000، تمام؟ في حالة التفاؤل، وفي حالة التشاؤم 500,000. التكاليف الثابته 270,000. تعالي نرجع تاني كده للتمرين معلش. التكاليف الثابته كانت كام؟ 320. التكاليف الثابته كانت كام؟ 320. امال انت كاتبها هنا كام؟ ده في غلطه، انت كاتبها 270. لا استنى، التكاليف الثابته كانت 320 بس دي ثابته كامله، بس كان قال لي ايه في نهاية التمرين او بعدها على طول؟ قال لي ان في 50,000 تكاليف ثابتة مخصصة، تمام؟ يبقى انا عاوز ايه؟ انا عاوز التكاليف
التي لا يمكن تجنبها. طب المخصصة؟ لا، ده المخصصة انا اقدر اتجنبها، تمام كده. طيب يبقى حالة التفاؤل كام؟ 320 ناقص 50 يبقى 270 ألف. حالة التشاؤم 380 ناقص 50 بتساوي 330. اذا اصبحت التكاليف الثابتة التي لا يمكن تجنبها كام؟ 270 ألف و330 ألف بعد استبعاد التكاليف المخصصة. طيب تكلفة الفرصة البديلة دي جت منين؟ اهو تعال نشوف مع بعض جت ازاي. تكلفة الفرصة البديلة انا لما جيت احسبها اتفقت معاكم اللي هي الربح المتوقع من المنتج اللي انا هوقف انتاجه. طيب عندي ايه؟ عندي سعر البيع وعندي التكاليف المتغيرة. سعر البيع 25 والتكاليف المتغيرة 15. لو انا طرحت سعر البيع وشلت منه التكلفة المتغيرة بيكون عندي حاجة اسمها هامش المساهمة. بيكون عندي حاجة اسمها هامش ايه؟ المساهمة. يبقى هامش المساهمة بيساوي سعر البيع ناقص التكلفة المتغيرة. طيب تمام، بعد كده ايه اللي يحصل؟ هامش المساهمة ده اللي هو بعتبره ربح الوحدة الواحدة. ربح الوحدة الايه؟ الواحدة. طيب ربح الوحدة الواحدة ده اعمل فيه ايه بعد كده؟ اجيب عدد الوحدات في حالة التفاؤل واضربه في هامش المساهمة، واجيب عدد الوحدات في حالة التشاؤم واضربه في هامش المساهمة. اهو زي ما احنا شايفين هامش المساهمة طلع 10 جنيه، ضربته في حالة التفاؤل في 3000 وحدة، اصبح الناتج عندي 30000 جنيه. ثم في حالة التشاؤم كان المتوقع 1000 وحدة، ضربته في 10 طلع الناتج عندي 10000 جنيه. نرجع بقى للجدول، اهو عندي 400000 تكاليف متغيرة، ده معطى، 270000 تكاليف ثابتة بعد استبعاد التكاليف المخصصة اللي كان قيمتها 50، تكلفة الفرصة البديلة اللي انا حسبتها اللي هي كانت 10 هامش مساهمة في 3000 وحدة، في حالة التشاؤم يعني التكاليف المتغيرة 500000 معطى، ال 330000 تكاليف ثابتة برضو بعد استبعاد ال 50000 التكاليف المخصصة، تكلفة الفرصة البديلة زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي هامش المساهمة اللي هو ال 10 في ال 1000 وحدة. إذا أصبحت التكاليف الملائمة لاتخاذ القرار في حالة التفاؤل 700000 وفي حالة التشاؤم كام؟ 840000. هنا الخطوة دي عشان كنت أوصل منها للتكاليف الملائمة لاتخاذ القرار، تمام كده؟ طيب أنا وصلت دلوقتي للتكاليف الملائمة في حالة التفاؤل 700000 وفي حالة التشاؤم كام؟ 840. أروح أعمل بقى جدول الحل بتاعي أهو في ظل تكاليف الإنتاج المنخفضة، اللي إحنا قلنا التكاليف المنخفضة معناها حالة التفاؤل والتكاليف المرتفعة معناها حالة التشاؤم. في حالة القبول الإيراد كام؟ 800000. طب التكاليف الملائمة اللي أنا مطلعها كانت 700000. طب في حالة التشاؤم الإيراد كام؟ 800، ما بتغيرش في الحالتين. طيب أمال التكاليف كام؟ لا ده أنا متشائم شوية فمزودها، بقت كام؟ 840. أصبح الناتج عندي 40000 جنيه خسارة. يبقى لو أنا قبلت في حالة التفاؤل هحقق 100000 جنيه أرباح، في حالة التشاؤم هحقق 40000 خسارة. طب في حالة الرفض طبعا لا هحقق ربح ولا هحقق خسارة، ناتج ايه؟ صفر. تعالوا بقى نجيب المطلوب التاني. بيقول ايه المطلوب التاني؟ هل تقبل الشركة الامر الانتاجي ام لا؟ طيب في حالة عدم وجود ايه؟ معلومات. اتفقنا اللي احنا عشان نعرف نقبل او نرفض الامر الانتاجي ان احنا بنرسم شجرة القرارات على افتراض عدم وجود معلومات اهي، تمام؟ برسمها ببدأ بايه؟ بالاختيار اللي انا برمز له بالمربع. الاختيار برمز له بايه؟ بالمربع، يقبول يا رفض. يليه الحدث اللي هي تكاليف منخفضة اللي هي التفاؤل، وتكاليف مرتفعة اللي هي التشاؤم. تحت برضو في الرفض تكاليف منخفضة اللي هي التفاؤل، وتكاليف مرتفعة اللي هي ايه؟ التشاؤم. احط فوق في حالة القبول 100000 جنيه لو انا قبلت، 40000 جنيه بالسالب، قصدي في حالة التفاؤل في حالة القبول 100000، في حالة القبول برضو في حالة التشاؤم 40000 بالسالب اللي هي الخسارة، في حالة الرفض صفر.
عاوز اجيب بقى القيمة المتوقعة للربح في حالة القبول والقيمة المتوقعة للربح في حالة الرفض. هنقول 100,000 في احتمالها زائد سالب 40 في احتمالها، اهو 100,000 في 50% ناقص. انا قلت هنا ناقص ليه؟ لان اتفقنا سالب في موجب بايه؟ بناقص. ناقص 40,000 في 50% بكام؟ ب 30,000 جنيه. يبقى الربح في حالة عدم وجود معلومات لو انا قبلت احقق ربح كام؟ 30,000 جنيه. طب في حالة الرفض صفر. اما اجي اقول لك لو انت قبلت هتحقق 30,000 ربح، ولو انت رفضت هتحقق كام؟ صفر. هتقول لي ايه؟ اقبل. اقوم جاي قاطع الخط بتاع الرفض عشان يبقى الخط اللي مسموح بيه بس هو مين؟ القبول. يبقى اذا القرار هو قبول الامر الانتاجي. اجي بقى للمطلوب رقم 3، بيقول لك عاوز يعرف قيمة المعلومات الكاملة. تمام؟ عاوز يعرف قيمة المعلومات ايه؟ الكاملة، عشان بعد كده اشوف هقبل الامر، هقبل نظام المعلومات اللي معروض عليا ولا لا. يبقى اهو اتخاذ القرار بشأن قبول الامر الانتاجي من عدمه. اول حاجة نفترض اللي عندنا معلومات كاملة، اتفقنا هنرسم شجرة القرار، ولكن سيتم رسم شجرة القرارات هنا بإيه؟ بالحدث. هيبدأ بإيه؟ بالحدث. الحدث عندي إيه؟ يا إما تكاليف منخفضة يا إما تكاليف مرتفعة، يليها الاختيار يا إما قبول يا إما رفض، ويليها هنا أهي برضو الاختيار يا إما قبول يا إما رفض. أبدأ أفرغ بقى الأرقام من جدول الحل بتاعي. التكاليف المنخفضة اللي هي في حالة التفاؤل لو أنا قبلت هحقق 100,000 جنيه، لو أنا رفضت صفر. في حالة التشاؤم اللي هي التكاليف المرتفعة لو أنا قبلت هحقق 40,000 جنيه، لو أنا رفضت هحقق كام؟ صفر. طيب هنا بقى أعمل إيه؟ هنا هجيب قدامنا أهي ببساطة. أنا عندي قبول وعندي رفض، عندي قبول وعندي رفض. أهو القبول أحقق 100,000 ربح، الرفض أحقق صفر. أختار إيه؟ هختار القبول، يبقى ألغي الرفض. طب هنا القبول لو أنا قبلت هحقق خسارة 40، لو أنا رفضت هحقق صفر. اختار ايه؟ طبعا هختار الرفض والغي ايه؟ القبول. طيب الربح في حاله وجود معلومات كامله يساوي ايه بقى؟ اللي انا سبتهم في احتمالهم 100,000 في 50% زائد صفر في 50% يطلع 50,000 جنيه. يبقى الربح المتوقع في حاله وجود معلومات كامله كام؟ 50,000 جنيه. طيب 50,000 جنيه في حاله معلومات كامله، 30,000 في حاله عدم وجود معلومات. إذا القيمة المتوقعة للمعلومات الكاملة هتساوي كام؟ هتساوي 20,000 جنيه. يبقى أنا بقى هنا هاجي أعمل حسابي، هقول لو النظام اللي معروض عليا تكلفته أكبر من أو يساوي ال 20,000 جنيه هرفضه. طب أقل من 20,000 جنيه هستمر في الدراسة. تمام كده؟ طيب هو الأمر معروض عليا بكام؟ لا ده أنا معروض عليا بخمسة. تمام؟ معروض عليا بكام؟ بخمسة. وانا طلعت قيمه المعلومات الكامله بكام؟ ب 20. اذا القرار يتم الاستمرار في تحليل النظام لاتخاذ القرار بشان قبوله من عدمه. اذا بقى انطلق للمرحله الثالثه. تمام؟ اتخاذ القرار بشان قبول الامر الانتاجي من عدمه في حاله وجود المعلومات المنقوصه او غير الكامله. نعمل هنا ايه بقى؟ برضه هنرسم شجره القرارات زي ما احنا شايفين، بس بدل ما نرسمها بالاختيار او بالحدث بنبدأ بحاجة اسمها الحدث الشرطي. بنبدأ بحاجة اسمها الحدث ايه؟ الشرطي. طيب هنا بقى بدأت بالحدث الشرطي اهو. طلع عندي 3 احتمالات، التكاليف كانت 25% في احد الاحتمالات، والاحتمال الثاني 50، والاحتمال الثالث 25. هو في الاحتمال الاول ايه؟ هرسم شجرة القرار اهي، ابدأ بالاختيار قبول ورفض، ويطلع منها الحدث تكاليف منخفضة وتكاليف مرتفعة، وهنا الرفض تكاليف منخفضة تكاليف مرتفعة. هو كان بيقول لي ايه في البند ده؟ بيقول لي تكاليف الجارية 25%، تمام؟ احتمالها 25%، ان التكاليف المنخفضة 80%. اهي امال المتابع بتاعها كام؟ 20. تمام كده؟ طيب في حالة الرفض ما هي نفس الكلام مع نفس الاحتمال، يبقى هنا 80 متممها 20، هنا 80 متممها 20. كان في الاحتمال الثاني بقول التكاليف مطابقه ب 50%، 50% يبقى التكاليف المنخفضه هنا 50%، تكاليف مرتفعه 50، تكاليف منخفضه 50، تكاليف مرتفعه كام؟ 50. كان هنا الاحتمال الثالث بقول ان التكاليف الجاريه، ان التكاليف ايه؟
الجارية تمام مرتفعة بخمسة وعشرين في المية. إذن إن التكاليف المنخفضة احتمالها 20% يبقى التكاليف المرتفعة كام؟ 80. يبقى التكاليف المرتفعة احتمالها كام؟ 80. طب في حالة الرفض تكاليف منخفضة 20 تكاليف مرتفعة كام؟ 80. هنا بقى أعمل إيه؟ هقسمها ثلاث أجزاء، أشوف هنا الشجرة دي أختار فيها القبول أو الرفض، والشجرة دي أختار فيها القبول أو الرفض، والشجرة دي برضو أختار فيها القبول أو الرفض. طب أصفي البيانات إزاي؟ هجيب الربح في حالة القبول والربح في حالة الرفض وأقرر. تعالوا نشوف كده أهو، في ظل الفرض الأول كان 100,000 في 80% ناقص 40,000 في 20 من 100 هتساوي 78,000 جنيه. طيب والخسارة لو أنا رفضت كام؟ صفر. يبقى هنا الربح 78 ولو رفضت صفر يبقى إذا أقبل، فعشان كده لغيت إيه؟ الرفض. تعالوا الفرض الثالث أو الشجرة الثالثة، القيمة المتوقعة 100,000 في 50% ناقص 40,000 في 50% ب 30,000، ولو حالة الرفض يبقى صفر. هنا اعمل ايه؟ هحقق هنا 30 وهنا صفر، اختار ايه؟ اختار ال 30 طبعا. طيب الفرض الثالث عندي 100,000 في 20% ناقص 40,000 في 80% يطلع سالب 12,000، يعني خساره كام؟ 12,000 جنيه. طيب وفي حاله الرفض صفر. هنا بقى لما اجي اقول لك انت لو قبلت هتحقق خساره 12,000، لو رفضت هتحقق صفر، طبعا هتقول لي ايه؟ هرفض. اذا اصبح عندي هنا قيمه متوقعه للربح وهنا قيمه متوقعه للربح وهنا قيمه متوقعه للربح، هضرب كل قيمه في احتمالها واجمع الثلاثه مع بعض اهو. 78,000 في 25% زائد 30,000 في 50% زائد 0 في 25% هيطلع الرقم الاجمالي عندي 34,500 جنيه. تمام 34,500 ايه؟ جنيه. ده اسمه ايه؟ قيمة الربح في حالة وجود معلومات منقوصة. طيب اقارنها بايه؟ بالربح في حالة عدم وجود معلومات اللي هو كان كام؟ 30. اذا قيمة المعلومات المنقوصة كام؟ 4500 جنيه. انا الربح بتاعي هيزيد على نظام المعلومات 4500 جنيه، لكن انا هدفع في النظام ده كام؟ 5000 جنيه. يعني انا الربح اللي هيجي لي اقل من المبلغ اللي هدفعه، اذا يتم رفض ايه؟ النظام. تمام كده؟ طيب اتفقنا ان احنا عاوزين قيمه المعلومات الكامله بطريقتين مختلفتين. احنا جبناها من شجره القرارات كانت بتساوي ايه؟ بتساوي الرقم بتاع الربح المحقق في على افتراض وجود معلومات كامله ناقص الربح في حاله عدم وجود ايه؟ معلومات. كان 50 ناقص 30 طلع لي الرقم كام؟ 20. طب الطريقه الثانيه ان انا اضرب الخساره في احتمالها اللي هو تكلفه خطا التقدير. قيمه المعلومات الكامله بتساوي تكلفه خطا التقدير اللي هي الخساره في ايه؟ في احتمالها، اللي هي الخساره كانت كام؟ 40,000، احتمالها كام؟ 50%. اذا قيمه المعلومات الكامله بتساوي 20,000 جنيه. وبكده نكون جبنا قيمة المعلومات الكاملة بطريقتين مختلفتين، وإلى اللقاء في محاضرة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. نبدأ النهاردة مع بعض محاضرة جديدة في مادة نظم المعلومات المحاسبية. هنتكلم في المادة النهاردة في المحاضرة بتاعتنا عن دور نظم المعلومات المحاسبية في مجال اتخاذ القرارات. هنقسم العنوان ده جزئين، هنتكلم الأول عن مجال اتخاذ القرارات، نتكلم فيه عن اتخاذ القرارات وأنواع القرارات، ثم سنتحدث عن المعلومات التي يوفرها نظام المعلومات المحاسبية وما هو دورها أو تأثيرها في مجال اتخاذ القرار. تعالوا نبدأ الأول نتكلم على اتخاذ القرار. اتخاذ القرار ده هو صلب أو جوهر العملية الإدارية، لأن كل العمليات أو كل الوظائف الإدارية سواء كانت تخطيط أو تنظيم أو توجيه أو رقابة كلها بتهدف
أو بيتولد عنها قرارات إدارية. طيب بتهدف إلى إيه؟ استغلال الأمثل للموارد المتاحة. يبقى إحنا اتخاذ القرار هو جوهر العملية الإدارية. طب بس وظائف الإدارة تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقاب، ما هم الأربع وظائف دول كل وظيفة منهم بتنتهي بقرار. عشان أقدر أستغل الموارد المتاحة تمام أحسن استغلال. طيب أنا لما أجي أخد قرار ينفع أخده بالتخمين أو بالفهلوة زي ما إحنا بنقول، ولا لازم أحاول أسعى وأدور على بيانات أو معلومات تتناسب مع الموقف ده عشان أعرف أخد قرار؟ يبقى لا يمكن لمتخذ القرار الاعتماد على التخمين، بل يسعى إلى الحصول على البيانات والمعلومات التي تتناسب مع كل موقف إيه؟ إداري. طيب النظام المحاسبي بصفة عامة، قلنا المحاسبة ده علم يندرج تحته فروع، تمام؟ يمثل النظام المحاسبي بصفة عامة والمحاسبة الإدارية بصفة خاصة اللي هي أحد فروع علم المحاسبة أحد المصادر الرئيسية والأساسية لتوفير المعلومات لمختلف المستويات الإدارية لاتخاذ القرارات. كلمة المستويات الإدارية يعني عندي أكتر من مستوى. عند أكتر من إيه؟ من مستوى. عند الإدارة العليا والإدارة الوسطى والإدارة الدنيا، دول التلاتة دول بقول عليهم إيه؟ المستويات الإدارية. طيب عشان المعلومة اللي هيوفرها نظام المعلومات المحاسبية تكون مفيدة في عملية اتخاذ القرار لابد من توافر فيها أربع شروط. لابد من توافر كم شرط؟ أربعة. أن تكون المعلومة ملائمة للقرار. يعني إيه؟ تكون المعلومة مناسبة لاتخاذ القرار اللي أنا هاخده ده. طيب تاني حاجة، إن المعلومة تجيلي في الوقت اللي أنا محتاجها فيه، ما تجيليش بعد فوات الأوان زي ما إحنا بنقول. طيب تالت حاجة، إن المعلومة تكون كافية، يعني جايبة الموضوع من كل جوانبه، ما تجيبليش معلومة إيه ناقصة تاخد جانب وجانب لأ. النقطة الرابعة، إنك تتأكد من صحة ودقة هذه المعلومة. يبقى الأربع شروط اللي لابد من توافرهم في المعلومات عشان تساعد متخذ القرار على اتخاذ قراره، أول حاجة إن المعلومة تكون ملائمة، إنها تيجي في التوقيت السليم، إنها تكون كافية، التالتة إنها تكون صحيحة وإيه؟ ودقيقة. طيب المعلومات المحاسبية التي تتوفر من نظم المعلومات المحاسبية يتم استخدامها في كافة المستويات الإدارية داخل المنظمة، تمام؟ المستويات الإدارية داخل المنظمة دي بيطلق عليهم المستخدمون الداخليون للمعلومات. ليه؟ لأنهم داخل المنظمة. طيب أنا بقول لك إن المعلومات المحاسبية بتساعد متخذ القرار على اختلاف المستوى الإداري. طب سؤال، هو المعلومة اللي هيحتاجها المستوى الإداري الأعلى هي نفس المعلومة اللي يحتاجها المستوى الإداري الوسط اللي هو الأوسط أو المستوى الإداري الأدنى؟ لا، تختلف احتياجات المعلومات من حيث درجة الإجمال والتفصيل والدقة والشمول والبعد الزمني والتوقيت. طبعا دي الحاجات اللي بتفرق بين المعلومات اللي بيحتاجها كل مستوى إداري باختلاف الوظيفة ونوعية القرار الذي يقوم باتخاذه، تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف طبيعة ونوعية القرار. نبدأ نتكلم بقى عن القرار ذات نفسه، تمام؟ احنا اتفقنا ان القرارات بتحتاج معلومات، والمعلومات دي بتختلف حسب كل مستوى إداري. طب الإدارة العليا بتتخذ قرارات ايه؟ بتتخذ قرارات طويلة الأجل، قرارات غير متكررة، قرارات بيبقى ليها أثار على عدد من السنوات، تمام؟ اللي هي قرارات ايه؟ القرارات الرأسمالية أو القرارات المصيرية. طيب ده بيزيد ايه؟ لا ده بيحط أعباء جامدة على متخذ القرار. ليه؟
الاثر بتاعه ما بيبقاش خفيف. تمام؟ ليه؟ بيرتفع معاه درجة المخاطر، بيبقى درجة المخاطر في نوعية القرارات اللي بتتخذها الإدارة العليا مرتفع. تمام؟ ده بالنسبة لقرارات الإدارة مين؟ العليا. أما الإدارة الوسطى، طيب دي يعني وظيفتها إيه؟ بص، وظيفة الإدارة الوسطى دي اللي هي بتحط الخطط التشغيلية والرقابية، يعني إزاي يشتغل وإزاي يراقب. تمام؟ طيب، وتتخذ قرارات ذات مدى زمني أقل بس مش قصير الأجل. أنا قلت إيه؟ أقل. تمام؟ طيب، ومن درجة المخاطرة تكون درجة المخاطرة بالنسبة لها أقل من المستوى الأعلى. تمام؟ هي بتحتاج معلومات أكثر تفصيلا وتغطي فترة زمنية إيه؟ قصيرة. تمام؟ وتتصل بدرجة أعلى من الدقة بالمقارنة باحتياجات الإدارة إيه؟ العليا من المعلومات. ليه؟ لأن زي ما بقولوا كده، هو ده المطبخ اللي بتطبخ فيه العملية الإدارية. طب الإدارة الدنيا؟ لا، ده دي المسؤولة بقى عن التنفيذ بتاع القرارات اللي بتتاخده الإدارة العليا والإدارة الوسطى. تمام؟ هي بتساعد الإدارة الوسطى في اتخاذ القرارات التي تعالج المشاكل اليومية، الحاجة اللي بتتصف بقى بالتكرار، حاجة بتحصل بشكل يومي. طب برضو بتحتاج إيه؟ معلومات تفصيلية إيه؟ يومي. دول الثلاث أنواع من الإدارة. طب تعالوا بقى ناخد أنواع القرارات. هناك تبويبات مختلفة أو أنواع مختلفة من القرارات. أول أنواع هناخدها من حيث المدى الزمني. من حيث المدى الزمني تنقسم القرارات إلى نوعين من القرارات: قرارات قصيرة الأجل وقرارات طويلة الأجل. قرارات قصيرة الأجل اللي أثرها بتقع في فترة زمنية لا تتجاوز العام. تمام؟ فمن ثم بيقل تأثير عنصر الزمن فيها وعدم التأكد. تمام؟ عند توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرار. ليه؟ لأن الفترة الزمنية اللي ياخد فيها القرار سنة، أقل من سنة، فيبقاش فيها توقع كتير، ميبقاش فيها عدم تأكد كتير. تمام؟ والقرارات دي تبقى إيه؟ في شكل روتيني وشكل يومي ومرتبطة بعمل. عارفين زي قرارات مين اللي احنا سألنا دلوقتي؟ الإدارة الدنيا. تمام كده؟ طب النوع الثاني، قرارات طويلة الأجل، عارفين زي قرارات مين؟ الإدارة العليا. تمتد أثرها لفترة إيه؟ زمنية طويلة، تاخد أكتر من سنة. طيب، المسافة الزمنية بين اتخاذ القرار والأثر بتاعته مسافة طويلة، ففيه ممكن يحصل عنصر المخاطرة هنا يزيد. عنصر المخاطرة إيه؟ يزيد. ليه؟ احنا اتفقنا اللي هي مرتبطة بقرارات استثمارية. القرار الاستثماري بيتولد عنه ان المنشأة بتتحمل تكاليف ومصروفات متكررة ايه؟ سنوية. تمام كده؟ وبتبقى عبء على متخذ القرار. طيب، من حيث درجة المخاطرة. درجة المخاطرة هنا انواع القرارات بتنقسم فيها لثلاث انواع. قرار باخده وانا عندي تأكد تام من الموضوع، عندي معلومات بنسبة 100% عن الموضوع اللي انا هاخده، فهاخد القرار بعلم تام بكافة البدائل الممكنة. طيب، وابقى عارف برضو النتائج بتاعت كل قرار. تمام؟ مفيش عندي ادنى شك في القرار اللي انا هاخده. تمام؟ طيب، القرار ده او القرارات اللي تتخذ في ظل سيادة حالة التأكد دي نسبتها كام في الوجود؟ نادرا ما تكون في الوجود، نادرا حدوثها، ما بتحصلش. ليه؟ لان في هناك متغيرات كتير جدا ممكن تتغير بعد ما اخد القرار. تمام كده؟ يبقى قرارات تتخذ في ظل سيادة حالة التأكد. القرارات التانية، قرارات تتخذ في ظل سيادة حالة المخاطر. ليه؟ عندي معلومات لكن مش معلومات كاملة. تمام؟ عندي معلومات بس مش معلومات ايه؟ كاملة. هنا بقى المخاطر بتظهر منين؟ من صعوبة التنبؤ الدقيق بالحدث المتوقع. طيب، ده يترتب على ايه؟ ان انا معرفش احصر كل البدائل بس كده؟ لا، ده انا كمان معرفش اتوقع نتيجة كل بديل، ومن ثم هعتمد على الاحتمالات. فهنا طبعا هيبقى في عندي حالة ايه؟ مخاطرة. تمام؟ طيب، الحالة دي نادرة الحدوث زي اللي قبلها؟ لا، ده دي الحالة الغالبة أو الحالة السائدة
في دنيا الاعمال، تمام كده؟ يبقى قرارات تتخذ في ظل سياده حاله المخاطر. طب النوع الثالث؟ لا، ده اسمها قرارات تتخذ في حاله عدم التاكد التام. طب دي عباره عن ايه؟ لا، ده دي حاله حتى متخذ القرار مش يعرف ياخد قرار، ما يقدرش يتنبأ. ليه؟ لا يملك ادنى معلومه، ما فيش عنده اي معلومه عن الموضوع، ما فيش عنده اي معلومات عن البدائل. طيب امال هياخد القرار ازاي؟ على خبرته الشخصيه، على الخبره اللي موجوده عنده، بيعتمد على خبرته ايه؟ الشخصيه، تمام؟ طيب نروح لتقسيمة تانية من حيث زاوية الهدف من القرار. هنا من حيث زاوية الهدف من القرار أنا بربطها بوظائف الإدارة، بقول قرارات تخطيطية. دي عبارة عن إيه؟ عن القرارات المتعلقة بموضوع التخطيط، بداية من صياغة الرؤية والرسالة وتحديد استراتيجية الوحدة الاقتصادية، ومرورا بتحديد الأهداف ووضع السياسات وتحديد البرامج اللي حقق بيها الأهداف بتاعتي، تمام كده؟ طيب مثلها زي إيه؟ لو أنا عاوز أنتج منتج جديد أو الدخول إلى أسواق إيه جديد. النوع الثاني قرارات تنظيمية. قرارات متعلقة بالهيكل التنظيمي للمنشأة وتحديد العلاقات بين السلطة والمسؤولية لمختلف المستويات الإدارية، تمام؟ وعلى الرغم من القرارات دي بتعتمد على المعلومات الإدارية، إلا أنها بتؤثر في هيكل التكلفة. أقول لكم حاجة، أي قرار لابد أن يكون له تأثير مالي، فإذا أي قرار له تأثير محاسبي، تمام؟ عشان كده لازم المحاسبين الإداريين يشاركوا في وضع الدليل إيه؟ التنظيمي. النوع الثالث قرارات توجيهية. أنا برشد واشرف على أداء العاملين عشان إيه؟ أوجههم لتحقيق الأهداف، تمام؟ طيب المحاسب الإداري وظيفته هنا إيه؟ هو بيساهم في وضع خطط النشاط. طب الخطة دي عبارة عن إيه؟ عن الوضع ما يجب أن يكون، ده اللي المفروض يكون عليه العمل. طيب بس كده؟ لا، ده انا بحدد كمان المؤشرات اللي انا هشتغل على اساسها، بحدد المؤشرات اللي انا هشتغل على ايه؟ على اساسها. النوع الرابع قرارات رقابيه. طب ما انا خططت، تمام، وعملت توجيه واشراف، لازم اعمل ايه؟ رقابه، تمام؟ وتتأسس هذه القرارات على ما توفره المحاسبة الإدارية من معلومات تتعلق بنتائج الأداء ومقارنتها بالمخطط. يعني إيه؟ إن أنا ببقى محدد نتائج مبدئية مخططة أقارنها بالنتائج الفعلية عشان أعرف الانحرافات وأحددها وأرجع أحلل الانحرافات عشان أعرف الأسباب دي جاية منين، عشان أقدر أعالج الانحرافات بحيث يحصل تطابق بين المتوقع والفعل، تمام كده؟ طيب من العرض السابق بقى اللي احنا اتكلمنا فيه عن الانواع القرارات المختلفة، نلاحظ ايه؟ اول حاجة ان عملية اتخاذ القرارات عملية ملازمة لمختلف الانشطة الادارية، واحنا قلنا كده، قلنا اي وظيفة ادارية تنتهي باتخاذ قرار. طيب إن لنظم المعلومات المحاسبية دورا مؤثرا في نجاح إدارة الوحدة الاقتصادية على القيام بأنشطته من خلال المعلومات اللي بتوفرها، تمام، عشان تساعد الإدارة على أداء واجبها. تالت نقطة، تتحدد كفاءة وفاعلية المحاسبة الإدارية أو نظام المعلومات المحاسبة الإدارية في تحقيق الأهداف المتمثلة في توفير المعلومات اللازمة لمساعدة مختلف المستويات الإدارية على القيام بأنشطتها على عاملين أساسيين. بقول لك كفاءة وفاعلية نظام معلومات المحاسبة الإدارية يتوقف
على عاملين. العامل الاول بقول لك جودة المعلومات المحاسبية المتولدة عن نظام المعلومات المحاسبية. طب والتاني جودة تقارير نظم المعلومات المحاسبية. طب عاوزين نعرف بقى امتى تبقى المعلومات المحاسبية ذات جودة. تتحدد جودة المعلومات المحاسبية في ضوء أثرها في جودة القرار. تأثيرها ايه؟ خلت القرار المعلومة دي حولت القرار زودت جودته، حولته من قرار ضعيف لقرار قوي، من قرار خاطئ لقرار صواب. وتتمثل المعلومات المحاسبية الجيدة في تلك المعلومات التي يتوفر فيها أربع خصائص رئيسية. تتمثل في اقتصادية المعلومة، إن المعلومة تكون ذات منفعة وتكون قابلة للمقارنة والحياد. عندنا شكل أهو، أهو خصائص المعلومات الجيدة. أول حاجة عندي اقتصادية المعلومة، تانية المنفعة، التالتة القابلية للمقارنة، الرابعة الحياد. تعالوا كده اقتصادية المعلومة هنتكلم عنها الوقت بالتفصيل، بس معناها ايه؟ ان العائد اللي هيعود عليا من المعلومة اكبر من تكلفتها. تمام؟ هنتكلم عنها الوقت بالتفصيل. طب المنفعة؟ لا ده المنفعة انا بقيسها عن طريق خاصيتين فرعيتين اللي هم ايه؟ الملائمة والمصداقية. طيب والملائمة كمان؟ لا ده الملائمة دي بتتحقق عندما يكون هناك خاصية الوقتية والقدرة على التنبؤ او القيمة التنبؤية. طب والمصداقية؟ لما يبقى المعلومة قابلة للتحقق وهناك صدق تمثيل. تعالوا بقى ناخد العناصر الرئيسية دي بالتفصيل، واما نوصل عند المنفعة نبدأ ناخد تحتها الملائمة، والملائمة ناخد تحتها الوقتية والقيمة التنبؤية، والمصداقية ناخد تحتها القابلية للتحقق وصدق ايه؟ التمثيل. اقتصادية المعلومة زي ما احنا قلنا لازم المنافع اللي هتعود عليا من المعلومة تبقى اكبر من التكاليف اللي انا هدفعها فيه، يعني العائد اكبر من التكلفة. تمام كده؟ عارفين زي ايه؟ الموضوع اللي احنا لسه خارجين منه المحاضرات اللي فاتت، كيفية الحكم على نظام المعلومات. ما هو لما كان بتعرض عليا نظام معلومات كنت بجيب قيمة المعلومات الكاملة وقيمة المعلومات المنقوصة، ما هي دي المنفعة اللي بتعيد عليا، بقارنها بالتكاليف بالمبلغ اللي انا بدفعه. تمام؟ في النظام. طيب يبقى لازم اقتصادية المعلومة يعني ايه؟ يعني يكون عندي زيادة المنافع المتحققة لمستخدم المعلومات عن التكاليف التي تحملها في سبيل الحصول ايه عليها. طيب تعالوا بقى المنفعة اللي احنا قلنا تحتها الملائمة والمصداقية. يعني ايه المنفعة؟ يعني بقيس تعرف عن طريقها فايدة المعلومة في مجال اتخاذ القرار. طيب اعرف بقى فايدتها ازاي؟ عندما يتحقق الملائمة والمصداقية. طب يعني ايه الملائمة؟ يعني وجود ارتباط قوي بين المعلومة والموقف او القرار المراد اتخاذه. وتقاس الملائمة بمدى توافر الوقتية. يعني ايه الوقتية بقى؟ الوقتية يعني الحاجة تجيلي في التوقيت المناسب. انا عندي بكرة مناقصة، تمام؟ عاوز معلومات قبل ما ادخل المناقصة دي، تمام؟ وقبل ما اقدم العطا بتاعي. جالي المعلومات قبل ما اقدم العطا اصبحت معلومات ذات قيمه. اما اذا جاءت المعلومه ونسبه دقتها 100% ولكن بعد تقديم العطاء اصبحت غير ذي قيمه، يبقى انا ممكن اقول ايه؟ تقديم معلومه بدرجه دقه اقل في الوقت المناسب افضل من تقديمها بدرجة دقة اعلى بعد فوات الاوان. يعني ممكن نجيلي معلومة مش كاملة، تمام، بنسبة 100% بس في التوقيت المناسب، احسن ما تجيبلي معلومة 10 على 10 او 100 من 100 بس بعد فوات الاوان. بقول عليها ايه؟ الوقتية. طيب الوقتية اللي بعمل بها ايه؟ بقيس بها الملائمة.
بس كده؟ لا، ده كمان يبقى عندي قيمة تنبؤية. يعني ايه؟ بتساعدني ان انا اتنبأ بالاحداث ونتائجها، اي احداث وانهي نتائج التي تحدث في المستقبل. تمام؟ طيب انت كمان تزداد قيمتها التنبؤية لما تحصل التوقعات بتاعتي وتطلع ايه؟ صحيح. ماشي؟ يبقى انا كده قلنا ان انا هقيس الملائمة عن طريق الوقتية وعن طريق ايه؟ القيمة التنبؤية. طب انا بقيس الملائمة ليه؟ عشان احدد المنفعة. تعالوا بقى المصداقية، تعني مدى الثقة في المعلومات ومدى إمكانية الاعتماد ايه؟ عليه. طيب المصداقية بتتحقق ازاي؟ ان الحاجة دي قابلة للتحقق، وايه تاني؟ وانها فيها صدق التمثيل. طب يعني ايه قابلية للتحقق؟ اي امكانية مراجعتها، وهو ما يتطلب ضرورة استنادها الى ادلة واضحة، بحيث اذا ما تم استخدامها بواسطة اشخاص مستقلين عن بعضهم البعض ويتمتعون بنفس الكفاءة يصلون لنفس النتائج ايه؟ تقريبا. عشان كده بقول هي قابلة لايه؟ للتحقق. النتائج واحدة مهما كان المستخدم. طب صدق التمثيل معناها ان المعلومة بتعطي تصور عن الحاجة بشكل صادق ومضمون. تمام كده؟ طيب دي اسمها ايه؟ المصداقية. كده نبدأ بقى الخاصية الأساسية الثالثة اللي هي القابلية للمقارنة. يعني ايه؟ يعني تبقى عندي المعلومة تصلح للمقارنة سواء الزمنية أو المكانية. يعني ايه؟ يعني المعلومة اللي هجيبها لك عن المنتج ده الشهر ده أقدر أقارنها بالمعلومة اللي هجيبها لك عن المنتج الشهر الجاي، تقدر تقارنها بالمعلومة بتاعة المنتج ده الشهر اللي فات. أو المكانية، إن أنا أقدر أقارن الشركة دي النهاردة بوضعها قبل سنة وضعها بعد سنة. هنا إيه؟ أقدر أعمل عملية مقارنة. طب ده يحصل إمتى؟ عند وجود تجانس واتساق في استخدام في استخدام نفس الطرق والإجراءات المحاسبية باستمرار من فترة إلى إيه؟ أخرى. طب الحياد آخر خاصية معانا. الحياد معناه إيه؟ معناه أن تكون المعلومات موضوعية، مبقاش منحاز لجانب وأترك الجانب الآخر. تمام كده؟ طيب دي كان العنصر الأول أهو. نرجع تاني، احنا قلنا إيه؟ كفاءة وفاعلية المحاسبة الإدارية بتقف على هدفين أو على عاملين. أول عامل مدى جودة المعلومات المحاسبية، وقلنا بتتحقق ازاي. لسه بقى عاوز مدى جودة التقارير اللي هي النقطة التانية. جودة التقارير المحاسبية. التقارير بشكل عام عبارة عن وثائق فيها معلومات تهم متخذ القرار، وهي تعد وسيلة لإيصال المعلومة التي يوفرها النظام إلى متخذ القرار في التوقيت المناسب. وتتسم تلك القرارات بعدة خصائص تميزها عن غيرها من التقارير الأخرى. أن تقارير المحاسبية اللي هي الخصوصية الايه؟ أول حاجة الايه؟ الخصوصية. فهي تقارير تعد بشكل خاص للاستخدام الداخلي. يعني مين اللي بيستفاد بيها؟ المستخدمين الداخليين. تمام كده؟ أما تقارير المحاسبة المالية، يبقى أنا عندي هنا، نركز بقى، في عندي تقارير محاسبة إدارية اللي بيعتمد عليها متخذ القرار، وتقارير محاسبة مالية برضه بيعتمد عليها متخذ القرار، ولكنها مرتبطة بأطراف إيه؟ داخلية وخارجية. تاني حاجة التفصيل. يعني ايه؟ يعني بتبقى فيها معلومات اكثر تفصيلا وفيها تبويب حسب بنود التكاليف والوظائف. وكمان ايه؟ لا ده فيها كمان معلومات مالية ومعلومات غير مالية، معلومات تحققت فعلا ومعلومات مخططة ستحدث في المستقبل. تالت حاجة التركيز. ليه؟
ان انا لما باجي اعدها تمام بستخدم نظام الادارة بالاستثناء. يعني ايه؟ يعني بيتم عرض البيانات والمعلومات الهامة والمؤثرة، لكن البيانات الاقل اهمية والتي لا تؤثر على متخذ القرار لا ده بستبعدها، باخد بس القرارات ذات الاهمية الكبيرة. طيب رابع خاصية التحليل والتفسير. يعني ايه؟ يعني ان التقارير المحاسبة المالية التي تقدم للاطراف الخارجية تتضمن النتائج الاجمالية للنشاط. طيب لم عند توجهها الى المستخدم الداخلي فانها تكون اكثر تفصيلا وتحليلا، تكون اكثر تفصيلا وايه وتحليلا، عشان هو يقدر ياخد القرار وتكون سهلة الفهم والاستيعاب ايه بالنسبة له. طيب بعد كده في عندي اربع معايير بيحددوا لي جودة تقارير نظم المعلومات المحاسبية. اول معيار هي المنفعة. يعني ايه؟ يعني اول حاجة التقرير لابد ان يكون ذو هدف محدد. اول حاجة لازم التقرير يطلع لهدف، والبيانات المعلومات الموجودة في التقرير ده تكون ضرورية لتحقيق هذا الهدف. طيب وفي ضوء التحول لنظم المعلومات المحاسبية الآلية اصبح في الامكان الحصول على كم هائل من المعلومات يؤدي تضمينها في تقارير ترفع للإدارة إلى إرباك العمل. طيب الحل اللي أنا لازم يكون في تقرير موجز ويحتوي على المعلومات المفيدة للغرض الذي أعدت من أجله فقط. تمام كده؟ طيب تاني معيار الشكل الملائم. لازم تصميم التقرير يكون متوافق مع طبيعة ونوعية المعلومات التي يتضمنها ومدى حاجة المستخدم لتلك المعلومات. يعني معنى كده ان مفيش شكل واحد لجميع التقارير، لا ده بتختلف شكل التقرير باختلاف المعلومات الواردة في تلك التقارير. تمام كده؟ طيب المعيار الثالث التعريف. ان لازم التقرير ده يحتوي على معلومات تعرفنا نوعية ما به من بيانات. مش كده بس، لا ده لازم اقول مين اللي عده وتاريخ اعداده والفترة الذي اعد على اساسها. تمام؟ ولازم ارقم صفحاته. تمام؟ ولازم البيانات تكون سهلة وتكون معروفة الغرض منها وان انا اقدر ارجع لها في اي ايه وقت. رابع معيار الاتساق والثبات، اي احتواء التقرير على بيانات او معلومات عن فترة زمنية ثابتة، وان يتضمن معلومات تم اعدادها وفقا لاسس ثابتة بما يساهم في سهولة اجراء عمليات المقارنة. يعني ايه؟ يعني انا لازم اعد التقرير عن فترة من والى. تمام؟ تاني حاجة لازم تكون السياسات اللي انا متبعها ثابتة، ما اجيش اعد تقرير في فترة بالسياسات وفترة تانية بالسياسات، انا لو جيت اعمل مقارنة لا تجوز ايه المقارنة. وبكده نكون خلصنا عملية اتخاذ القرارات، الجزء المقدمة بتاعتها النظري، وان شاء الله نكمل هذا الموضوع في المحاضرات القادمة بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.